السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الورد الطيب. النهاردة إن شاء الله هنعرف رقم تليفون سفارة النمسا في قطر أو رقم السفارة النمساوية في قطر. رقم التليفون هو 00974 442 155 41. يبقى تاني، رقم سفارة النمسا في قطر أو رقم السفارة النمساوية في قطر 00974 442 155 41. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.